فيما يتعلق بفترة الخلافة العثمانية أو ما تحدث عنه ماكرون بأنه مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، الهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون وهو أمر يصدقه الجزائريون. هذا المنطلق أستاذ محمد يحدث ويتم تدريسه في مدارس بعض البلدان العربية المرحلة الابتدائية عن الاحتلال العثماني الذي فعل كذا وكذا. كيف ينظر الشعب الجزائري لفترة الخلافة العثمانية؟ كما ينظر إليها ماكرون؟ لا، بطبيعة الحال لا. ربما قلة قليلة جدا من الجزائريين الذين مرت عليهم البروباغندا الفرنسية، وهذه البروباغندا كانت مدمرة وتولاها كبار الأنثروبولوجيا والسياسة والاستعماريين. لكن إجمالا الشعب الجزائري ينظر إلى الفترة العثمانية أنها لم تكن استعمارا، وحتى وإن كانت لدي للجزائريين وأنا أحدهم ملاحظات على الوجود العثماني إلا أنه لم يكن استعمارا، وقد جاء يعني حتى لو جئنا بمواقف ما هي مواقف دول الآن جاء بطلب أهل البلاد. فمثلا أول من طالب بتواجد العثمانيين حتى أو حتى قبل أن يكونوا عثمانيين بتواجد مسلمين يدافعون عنهم، وكانوا الإخوة ما يعرفون بالإخوة عروج، بابا عروج وخير الدين بربروس وبابا عروج بابا إلى آخره، هم أربع إخوة. هؤلاء جاءوا كمسلمين يدافعون عن أهل بجاية، فسلطان بجاية وهي أحدى المدن التاريخية والحضارية في البلاد طالب يومها برد العدوان الإسباني. كانت إسبانيا تحتل مدن في الغرب الجزائري وكانت تزحف على الشرق الجزائري، وبجاية هي تقريبا في الشرق الجزائري، فكان طلب هذا. والتدخل بداية تدخل ما سيعرف بالوجود العثماني جاء إذن بطلب جزائريين ومن منطقة الأمازيغ بالمناسبة، يعني الذين طالبوا لأن المنطق يومها هو منطق نصارى ومسلمين، دار الإسلام ودار الحرب. وكانت وكنا نعيش، نحن نتحدث على 1450 1490 1510، كنا نعيش طرد المسلمين من أندلس وما تبع ذلك من محاكم تفتيش بعدها بعشرات السنين، والذبح للمسلمين وحتى لليهود الذين كانوا مع المسلمين. كل هذا جاءوا هؤلاء كمسلمين مثل ما كان يفعل الجزائريين ويدافعون عن مثلا العثمانيين في معارك ضد الروس أو في معارك ضد البريطانيين والفرنسيين أو في معركة نافارين الشهيرة التي بمقتضاها في الحقيقة تحطم الأسطول الجزائري في 1827، وأدى هذا كان نتيجة مباشرة فيما بعد استعمار الجزائر، بعد 3 سنوات استعمار الجزائر. إذا القضية ليست بهذا المنظور. وحتى لو افترضنا أن العثمانيين كانوا استعمارا، فالمؤكد أنهم أولا لم يقوموا بالمجازر التي قامت بها فرنسا، لم يقتلوا الملايين التي قتلتهم فرنسا، لم يلغوا الجزائر من الوجود إطلاقا، فالجزائر كانت تسمى الجزائر وكانت لديها ارتباط معنوي بالخليفة العثماني ليس أكثر. والفرق كبير جدا بين مسلمين يحكمون مسلمين وبين فرنسيين جاءوا بنظرة عنصرية ونظرة إلحادية ونصرانية في نفس الوقت، جاءوا لذبح الآخر لأنهم برابرة. فالحقيقة ما قامت به فرنسا هو أنها ألغت الجزائر من الوجود وجعلتها جزء وقطعة من فرنسا، وقتلت الملايين من الجزائريين عبر 130 سنة.